كنت لسه داخل في النوم وحسيت بيها وهي بتتني رجليها بتقرب مني أوي. تقولي حط رجلك على رجليا. قلتلها مالك في ايه؟ قالتلي بص، وانا من وانا صغيرة وانا بخاف انه حد يجي ويشدني من على السرير، فكنت بحب قوي ان بابا يحضنني الحضن اللي انت حضنه لي دلوقتي ويحط رجليا بين رجليه. حضنتها وانا مستمتع. كان في حالة بجد غريبة، حالة مختلفة انا نفسي ما كنتش فاهم فيها. كنت حاسس ان انا محتاج فعلا ان انا اخدها في حضني اكتر. فضلت طول الليلة دي مش عارف انام، فضلت بوصل لها كده وهي نايمة زي الملايكة، كانت عسولة قوي. كانت ماسكة في يدي اللي على بطنها، لو اتحركت تشدني زي الأطفال. كانتش سايباني، كانت ممسكة بيا جدا. حسيت ان انا اسعد انسان في الدنيا. كان اسعد يوم في حياتي، وكان مختلف كتير جدا. كان مختلف عن اللي انا كنت متخيله واللي سمعته عن اليوم دوت. بس ما كنتش قادر اتخيل انه ليلة دخلتي تبقى بالمتعة دي. كانت جميلة جدا. لما صحيت الصبح كانت مبتسمة وبصلي كده بصة عميقة جدا. كنت حاسس انها بتحتويني اوي. ما قدرتش احس بنفسي وانا بقرب من شفايفها وهي بين ايديا كده ونايمة. بحضن شفايفي بشفايفها بهدوء. حاسس ان انا بلمس روحها اوي. كنا بنتحرك زي موج البحر، بنعلى ونوطى، كناش حاسين بنفسنا، بس كانت بوسة قوية جدا. فتحت عينيها هي الاول، قالت لي في حد على الباب. اللحظة دي كانت أرخم لحظة بصراحة. ما كنتش طايق حد، كنت عايز أقلع في أي حد يفكر يجي النهاردة بالذات. أعتقد إن أنا كنت منبه عليهم إنه محدش هيجي. كنتش حابب اليوم ده ان حد يجي لنا. بصت لها قلت لها ما تيجي نكبر دماغنا، ما نردش عليها. قالت لي انت مجنون، ما ينفعش وعيب. لا
يعني لازم افتح له. قالت لي حبيبي عشان خاطري، يلا بقى بدل ما يقلق علينا. ضحكت، قلت لها مين قالك ان هما هيقلقوا؟ دول هيفرحوا بينا جدا. بصتها بالراحة اوي، اتحركت في هدوء، فتحت الباب. هي لسه في الأوضة بتظبط نفسها عشان تطلع له، لقيت مامتها طبعا واضح عليها ان هي فرحانة، بس كأنها ما شافتهاش مثلا من 20-30 سنة. كنت حاسس بان في حاجة غريبة، يعني دي داخلة عاملة اقتحام. بس الحمد لله يعني ان هي لحقتها قبل ما تدخل اوضة النوم. خذ بنتها كده حضن، اللي هو حضن مطرات. هو في ايه؟ ما كانت معاكي من شوية، ايه اللي حصل؟ انا ما خدتهاش منكو خرسانة كام ساعة؟ بس هو ده اللي حصل. يعني حماتي كانت حنينة جدا، وفي نفس الوقت كانت شربات دمها خفيف. اول ما اطمنت على بنتها ولقيتها ان هي تمام يعني، وان انا ما طلعتش مجنون ولا اي حاجه، طلعت لي كده وبصت لي من فوق لتحت، قالت لي عارف يا واد، انت واد انا ما كنتش طايقاك. قلت لها نعم. قالت يا ما كنتش طايقاك، كنت حاسه ان انت هتضايق بنتي، بس عارف لو كنت النهاردة جيت ولقيتك مضايقها كنت هحطك في كياس. حرفيا. هي دي حماتي، ست طيبة جدا. اعتقد ان انتوا شفتوها، بس يمكن ما تفتكروهاش قوي. بس كانت جميلة بجد، كنت رغم ان هي كانت شديدة عليا شوية، بس كانت جميلة فعلا. كنت بحبها زي امي، كنت بحس انه هي بتكمل حاجات كتير في حياتي انا ومراتي. احنا سافرنا شهر العسل، وده كان يعني حدث مهم، لانه امي وحماتي الاتنين مش عايزيننا نسافر، لان هما لسه ما استوعبوش ان احنا مش بيتين عندهم في البيوت، فهم عايزين ان هما ايه يخلونا موجودين معاهم، وفي نفس الوقت انا وهي هنموت وعايزين ناخد حريتنا شوية، لان هما كانوا كاتمين على نفسنا شويتين تلاتة. بصراحة ما كناش يعني عارفين نبقى بحريتنا، اكيد لما تكبروا هتفهموا، يعني مش هينفع اقول لكم يعني، بس اكيد هتفهموا لوحديكم. كان نفسي كان نفسي ابقى انا اللي بحكي لكم الكلام ده بنفسي، بس اهم حاجة ان هو هيوصل لكم. عايز اكمل لكم. ماما وحماتي الاتنين كانوا متفقين علينا بقى ان احنا ما ينفعش ان احنا نسيبهم ونمشي،
لا واحنا كنا عايزين ايه يعني شهر العسل، يعني شهر العسل، وهما كانوا قاعدين كل واحدة لوحدها في بيتها. ف بصراحة كانوا معذورين، بس انا وهي كنا محتاجين ان احنا نعيش حياتنا. كنا محتاجين ان احنا نطلع نتجنن، نعمل كل حاجة. هي كانت جميلة ورقيقة جدا، كانت طفلتي، وكانت أمي، كانت حبيبتي، كانت الفراشة اللي بستمتع ان انا اشوفها وهي بتجري. كانت حاجات كتيرة اوي بالنسبة لي. انا هكمل لكم. خدنا بعضنا في نص الليل الساعة 1 بالليل، وركبنا انا وهي السوبرجيت من غير ما نقول اصلا لحد ان احنا مسافرين، وطلعنا على الغردقة. ومن هناك بقى اتصلنا بيهم الصبح، طبعا اعتذرنا لهم ان احنا مشينا من وراهم. طبعا كل واحدة فيهم ايه حاولت تعمل ان هي جنتل وبتاع، وان هي مش متضايقة، مع ان احنا كنا متأكدين يعني ان هم متضايقين مننا، وكنا يعني حاسين جدا بمشاعرهم. وهي في البداية كانت متضايقة، بس عشاني حاولت تداري ده، حاولت تخليه ما يظهرش. شهر العسل بتاعنا بقى كان اخرب حاجة ممكن اتكلم عنها. احنا كنا 2 زي العسل. احنا مكناش مخططين لأي حاجة خالص خالص، كنا بس حاجزين الفندق وبس، مفيش اي حاجة تاني، مكناش عارفين هنعمل ايه يعني. بس لما وصلنا الفندق وبصينا على البحر وكده، قلت لها بصي انا نفسي قوي ان نقضي شهر العسل ده بعيد عن اي حد، ما تيجي نروح جزيرة ونقعد فيها انا وانتي لوحدينا. انا كنت متخيل ان هي تقول لي انت مجنون، ضحكت وقالت لي بس على شرط. قلت لها ايه؟ قالت لي نبقى انا وانت عايشين كل حاجة طبيعية، مفيش اي حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا هناك، مش هناخد موبايلات، مش هناخد هدوم، مش هناخد اي حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا. قلت لها نعيش ترزانات. قالت لي انا نفسي في ده قوي معاك. وكنا بنتكلم على اساس انه في حاجة كده يعني، في حاجة ينفع نعيش فيها ده. رحنا بنتكلم مع الولد بتاع الريسبشن، بنقول له هو يعني في حاجة اصلا زي كده ينفع وبتاع. قال انا بصوا هو في مكان ما ينفعش نروحه غير بمركب، هو في الغالب المكان ده للأجانب بس، هما اللي بيروحوا، هو يعني هو الفكرة ان انت بتقضي المدة اللي انت بتقضيها في الجزيرة دي لوحدك، وبيبقى معاك الحاجات اللي انت هتاكلها وتستخدمها هناك، ويجيلك المركب في الوقت اللي انت متفق فيه ان انت هتروح. يعني قلنا لهم بجد يعني ينفع نروح؟
أظن هاي الفترة دي أصلا ما في سياحة، ف ممكن تفضلوا. بس يعني ده خدمة بيقدمها لكم القرية، فبلاش تقولوا لأي حد ان انتوا يعني رحتوا المكان ده، لان هو بيفضل ان يكون للسياح اكتر. ضحكنا وحسينا انه كان مترتب لنا، حسينا انه ان في حد مهتم بترتيب شهر العسل بتاعنا. انا هتجرأ واقول ان الحد ده انا وهي كنا حاسين انه القدر، لانه شهر العسل بتاعنا فعلا كان رهيب. اول ما وصلنا مركب وصلتنا، نزلنا البوكس بتاع الحاجات اللي احنا هناكلها وكده، واتفقنا ان احنا هنرجع بعد 15 يوم، وان المركب مش هتجيلنا غير بعد 15 يوم. اول حاجة عملناها انه احنا قلعنا هدومنا وشلناها على جنب، وقلعنا كل هدومنا، ودي كانت اول مرة اشوفها بالجمال ده. اول مرة اخد بالي من تفاصيل جسمها. فضلت ابص لها وهي بتبص كده وتضحك، بتقولي ايه؟ قلتلها انا ما كنتش متخيل قد ايه انت جميلة كده. قلتلها وانت اول مرة تشوفني؟ لا، أول مرة أشوفك في الطبيعة، وده مختلف جدا. أول مرة أشوفك وأنتي حرة، وأنتي جسمك مستمتع. ده غير أي حاجة عشناها أنا وأنتي قبل كده. بصيت لي قالت لي انت عارف ان انت مخليني مكسوفة؟ قلت لها انا عارف ان انا بحبك، بعشقك. قربت منها بهدوء بخطوات ثابتة لحد ما بقيت قدامها، جسمي قريب قوي من جسمها، شفايفي بقت على شفايفها، لمستهم بهدوء جدا، وانا بحرك يدي على كل جزء في جسمها، بخلي شفايفي تدوب شفايفها بينهم، والمس روحها بهدوء، وانا حاسس ان في حاجة بتخرج من جوايا، في حاجة بتدخل جواها بتدفيها اوي، كنت حاسس بيها اوي، حاسس بتهفنا بين ايديا، حاسس بمشاعرها، حاسس بالرعشة، رعشة دافية أوي. جيت لها وهي واقفة بين ايديا، بس كان ليها سحر خاص جدا جدا. شلتها
فضلت ألف بيها، تحركت ناحية المية ونزلنا احنا الاتنين عريانين في المية. كان احساس ممتع اوي وانا بنزلها في المية، برفعها بين ايديا وانزلها تاني، بخلي المية تشطف جسمها وهي بتضحك متعلقة في رقبتي، كل شوية تبوسني على خدي تقولي بحبك. انا كنت بقول لها انا مش قادرة اتخيل الحياة من غيرك، انا كنت هبقى اتعس انسان في الدنيا لو مشيت من الدنيا دي قبل ما اشوفك. في اللحظة دي غرقت انا وهي ببوسة، بوسة عميقة اوي اوي، ما كناش عايزين نحس بالدنيا تاني، كنا عايزين نفضل نبوس بعض كده بس. كنت عايز افضل مستمتع بشفافة دايب ما بينه، حاسس بالهواء وهو بيلمسنا احنا الاتنين، والمية وهي حضنانا، حاسس بالشمس، بكل حاجة. كانت متعة رهيبة استمتع بيها وبالطبيعة في نفس اللحظة، كانت فعلا حالة ملهاش وصف، مفيش كلمات ينفع تعبر عنها. زودت الحالة دي جنون لما شغلت لنا موسيقى على جهاز راديو قديم هي كانت شايلة معاها في الصندوق بتاع الحاجات، وهي عارفة ومتأكدة ان الموسيقى كانت بتسحرني، شغلتها. انا كنت دايب في بوسة من شفايفها، كنت بحس بطعم، طعم للدنيا مختلف، احساس غريب جدا. كملت كل حاجة لما بصتها، كنت حاسس بالهوا هو حوالينا، كنت حاسس بالدفى اللي طلع من جسمها، كنت شامم ريحتها وشامم ريحة البحر الرملة، كنت شايف شعرها وشايف الشمس، شايف البحر، حاسس بالموسيقى دفاها. كانت حالة مجنونة اوي اوي، بس كانت جميلة أوي. كانت أسعد أيامي، كل حاجة كانت مميزة جدا. أكتر حاجة ميزت شهر عسلنا هي حبة تفاصيل كل حاجة فيها،
كنت بتأملها طول الوقت، ببص على شكل صابع رجليها، كان شكلهم بجد حلو قوي. لما قعدت فترة طويلة ببص لهم كانوا مختلفين، كنت بحب تفاصيلهم، بحب صوابع حنونه، بحب رسمة رجلها نفسه. بحب كمان شكل ركبها وفختها، بطنها وصدرها ورقبتها، بحب مناخيرها جدا، كل خصلة من شعرها، حتى الحسن اللي ورا ودنها. كنت بعشق الإحساس اللي هي بتحسه لما بلمسها، لما بحرك طرف صباعي على رقبتها وهي تحس بيه وتبدأ تهدى وتتوب بين ايديا. كنت بعشق الاحساس دوت، كنت بحب اوي احساسها بنفسي وهو بيجري تحت ودنها على رقبتها وهي بتاخد نفسها بعمق اوي ودايبة بتقولي بحبك. كنت بعشق لمعت عينيها وهي في حضني بتقولي حبيبي. كلمة حبيبي دي كانت بتطلع أنا عارف إنه الناس هتقول لكم إن أنا مشيت صغير، ويمكن يكون طلبي الوحيد منها انها تسمعكم التسجيل ده. بصراحة انا مش مسجله عشانكم، انا لسه ما شفتكمش، معرفش اذا كنت هلحق اشوفكم ولا لا، معرفش اذا كنتوا هتفتكروني ولا لا، بس اكيد هتسمعوا عني، اكيد هي هتحكي لكم عني. على فكرة انا حبيتكم من قبل ما تيجوا، حبيتكم بجنون، لانكم جزء مهم جدا مننا. كان نفسي ان انا اعيش عشانكم، بس انا رحلتي وقفت لحد هنا، انا بسجل لكم دوت عشان لما يقولوا لكم انه ابوكم مشي صغير تقولوا لهم لا، بابا عايش اسعد حياة في الدنيا،
أنا بسجل ده لأمكم، أكتر مخلوقة أنا عشقتها في الدنيا، الإنسانة اللي غيرت لي معنى الحياة. معرفش ليه حكمة ربنا انه انا همشي دلوقتي، بس انا بجد حبيتك بجنون. يمكن احاول انا اعزيك عن فراقي بان انا بسجلك الفيديو دوت عشان تعرفي اسعد ايام حياتي كانت هي الايام اللي عشتها معاكي. حياتي معاكي هي احسن حاجة حصلت لي بجد. انتي مش متخيلة انا كنت هبقى اتعس مخلوق في الدنيا لو ما كنتش اتجوزتك. انتي اديتي لحياتي في الوقت القصير ده طعم، انتي خليتي كل حاجة حلوة. انتي مش متخيلة انا بحبك قد ايه. انا بجد مش ندمان على حياتي، بالعكس انا فخور باللي انا عشته، فخور انه ربنا كرمنا بتوأم كان نفسي اشوفهم جدا، كان نفسي ان انا اعيش انا وانتي ونربيهم بقى، ندخل للمرحلة دي سوا. الفيديو ده ترى مش بعمله للعيال دلوقتي لان العيال ممكن ما يفهموهوش، لكن انا بعمله عشانك انتي، عشان اقولك شكرا ان انتي اصلا قبلتي تتجوزيني، شكرا ان انتي لما عرفتي خبر مرضي كنتي احسن ظهر، كنتي سند قوي، كنتي انسانة عظيمة رغم انه كتير حذرونا من ان احنا نجيب اطفال، بالذات مامتك اللي هو يعني هو كده هيتكل، ف بلاش تكوني تقيلة عشان تكملي حياتك. على فكرة انا سمعتها، انا كنت معاها على فكرة، لولا موقفك ما كنتش هرضى ابدا انك تخلفي مني، خاصة وانا عارف كويس جدا انه انا مش هكمل، انا مش هشوفكم، مش عايش معاكم. انا هقولك بس حاجة، متتجوزيش حد الا لو انت حبيتيه، ارجوكي اتجوزي حد يقدرك، يعرف قيمتك، يعاملك حلو. اوعي تتجوزي حد يهينك.
أرجوكي صدقي كل حاجة قلتها لك وأنا معاكي، إنك أنا ما كنتش بجاملك، ده أنت بجد. أيوة أنت بجد جميلة، أنت بجد ما فيش زيك. أوعي أوعي تتجوزي حد، مش هيقدر يشوف جمالك، مش هيقدر يشوف قد انت نقيه، قد انت حلوه، قد ايه بجد انت انسانه رهيبه. ارجوكي اوعي تعملي كده، وانا اللي بقولك يوم ما تقابلي الانسان دوت اتجوزيه، انا هكون مبسوط وانا مطمن عليكي. انا كان نفسي اكون موجود معاكي اكتر، بس مش بيدي، عشان كده بقولك لو لما امشي وتقابلي الانسان اللي هيقدرك ما تتردديش، بالعكس انتي هتبقي بتحققي لي وصية. وارجوكي مجرد ما تشوفي الانسان دوت ما تشوفيش الفيديو ده تاني، ولما تشوفي الفيديو ده أرجوكي تفتكري لما كنا بنبوس بعض، افتكري اليوم اللي احنا جبنا فيه عيالنا. ما تبكيش، انا مش عايزك تبكي، افتكري الليلة اللي قضيناها انا وانتي على ضوء القمر وصوت الموسيقى واحنا على الجزيرة دي وبنبوس بعض وبنتقلب واجسامنا قريبة اوي، كنا كأننا واحد، كانت روحي داخلة روحك قوي. افتكري قهطنا الصرخات المحمومة اللي طلعت، افتكري الحياة اللي عشنا انا وانتي في اليوم دوت، افتكري كلماتي اللي قلتها لك، أرجوكي ما تبكيش، أنا بسجل الفيديو ده قبل يوم العملية بست ساعات، الصبح هبقى في المركز، في خلال ساعات هكون في أوضة العمليات، وأنا عارف إنه نسبة عملية زرع النخاع ضعيفة، عارف إنه نسبة ان انا ارجع لك ضعيفة جدا، بس انا نفسي ان عيالي تشوفني ويعرفوا قد ايه انا كنت بحب امهم، وقد ايه امهم دي انسانة عظيمة، ونفسي عيالي يشوفوا نظرتي ليكي قد ايه كنت بحبك وقد ايه كنت بحترمك،
على فكرة حتى لو أنا مت هفضل بحبك وهفضل بحترمك وهفضل شايفك أجمل أنثى وهفضل تايب في تفاصيلنا كل مرة هيجي على ذهني شفايفك هيختفي من جوايا أي وجع لأني هتنقل للعالم بتاعك العالم اللي أنا فعلا دوت في طعم السعادة. أنا بحبك وهفضل أحبك حتى لو أنا ميت. فتأكدي تأكدي إن أنا دايب في عشقك. ولو صحيتي الفجر فجأة وطلعتي البلكونة ولقيتي نسمة دافية بتلمس جسمك اتأكدي ان انا اشتقت لكل حتة فيك. ولو حسيتي بيا بتحرك تحت هدومك اعرفي ان انا ما قدرتش استسلم للموت وهربت منه عشان اجي المس ادفى واحن اماكن قربت منها في حياتي. انا بحبك بجنون انا هدخل دلوقتي جنبك على السرير عارف ان انتي بتمثلي ان انتي كويس بس بصراحة انا مش كويس. هتوحشيني اوي. اشوف وشك بخير يا حبيبي. يا مرة تقريبا 6 شهور. انا فاكر اليوم اللي سجلتلك في الفيديو ده قوي. كان يوم العملية. فاكر ان انا كنت خايف جدا ان انا اموت واسيبك ما اشوفش العيال. فاكر انه انا اديته لأعز أصدقائي وقلت له ما تفتحوش لكن تدي لمراتي لو حصل لي حاجة. فاكر ده كويس جدا. الفيديو ما تفتحش وانتي ما عرفتيش عنه حاجة بس أنا فكرة الفيديو نفسها عجبتني أوي. فكرة انه أخلد ذكرياتي معاكي عجبتني أوي. أنا مش هنسى أبدا إن أنا بعد ما قفلت الفيديو دوت لقيتك عكس توقعاتي تماما مستنياني على السرير وما كنتش عاملة نفسك نايمة. كنت
كنت صاحية مشغلة الموسيقى اللي أنا بحبها، كنت عريانة، خدتني في حضنك، نمتي عليا، بصيتيلي كده بإخواء شديد وبهيجان، قلتيلي حتى ولو ده آخر يوم ليك فأنا متمسكة بحقي فيك. دوبتيني ببوسة عميقة جدا، مكنتش حاسس بالدنيا وانتي بتاكلي شفايفي بتقوليلي انا هخليك متقدرش تموت، انا مش هسيبك، هخلي جسمك وروحك يشتاقولي، مش هخليك تقدر تستسلم للموت. كنتي بتلمسي روحي قوي، كنت حاسس ان انتي بتدي طاقة رهيبة لروحي، مع انك كنت حامل تعبانة، بس اصريت ان العلاقة دي تكمل، كأنك كنت بتطلبي من روحي ان اتمسك بيكي بالعيال. حتى الدكتور نفسه استغرب ازاي انا قدرت اطلع من العملية دي، كان بيقول ان انا فضلت اقول اسمك، معرفش ازاي رضيوا ان انتي تدخلي معي اوضة العمليات، بس انا عارف ان انتي مجنونة، فمتوقع جدا ان انتي تكوني قلت لهم ان انتي هتولعي في المستشفى لو انتي مدخلتيش معي، انا عارف. على فكرة انا كنت واخد المخدر، بس حسيت بالبوسة اللي انت اديتهاني قبل ما يبتدوا، حسيت بالبوسة اللي انت اديتهاني لما قالولك ان انا نبضات قلبي ضعيف، لما صرخوا فيكي كنت حاسس، كنت عايز اقولهم سيبوها، صدقوني دي اللي هترجعني للدنيا، وعارف ومتأكد ان بوستك هي اللي رجعت قلبي تاني. على فكرة انا ما كنتش فايق، بس انا كنت شايف كل ده، كنت شايفك، كنت شايف اصرارك ان انت ترجعيني للدنيا، كنت حاسس بيك، كنت حاسس ان انتي مصرة ان انا اكمل الحياة معاكي. ربنا رزقنا باجمل طفلين في الدنيا، انا كمان ساعة ولدت الطفلين دول حسيت ان المواجهة دي ما ينفعش ان انت تكوني لوحدك فيها، زي ما انت ما سبتنيش اواجه الموت لوحدي، وانا وانت انتصرنا عليه، ان انت تجيبي عيالنا بالسلامة دي كانت مواجهة صعبة جدا،
وانا عشان كده قررت ان انا اكون معاكي فيها. لما كنت بمسح لك عرقك وانتي بتصرخي عشان الاولاد ينزلوا وبصي لي، كنت بحس ان انتي بتاخدي مني حاجة. كنت عارف ان هي مش مجرد بص. لما حطيت راسك على صدري بعد ما هو الولد نزل، بعدها بسويني نزل الولد التاني وخدتك في حضني وانتي بصتيلي، بصتي لولادنا. مكنتش مصدقة ان احنا نجحنا. اخيرا بقينا اربعة، اخيرا زدنا بقينا مع بعض. ما تفرقناش، بس عارفة احنا ما تفرقناش ليه. مفرقناش بسببك، لانك كنتي اقوى بكتير جدا من اللي انتي فكرتي عن نفسك. انتي مصدر الطاقة اللي بيوحدنا كلنا واللي بيخلينا كلنا موجودين. انتي عمود البيت ده، انتي السبب اللي حافظ على حياتي، وانتي اللي جبت عيالنا. وبما اني بعمل الفيديو ده عشان لو لا قدر الله حصل لي حاجة في اي وقت من الاوقات تشوفي، فانا عايز اعترف لك ان اجمل حاجة حصلت في حياتي هي شفايفك. شفايفك اللي في كل مرة بلمسهم بدوب ما بينهم بدخل للدنيا بتاعتك، الدنيا الهادية والبريئة والدافية اوي اوي اوي. بحس ان روحك بتطلع بتخلفني، تحتويني اوي اوي. لما بنتحرك زي الموجة واحنا بنبوس بعض وحرارة اجسامنا بتزيد، دي اسعد لحظات حياتي. انا بحبك بجنون، وهوعدك اني مش هبطل اسجل، وهفضل اسجل كل ذكرياتنا في الفيديو ده عشان تفضلي طول الوقت متدفية بيه بعد ما سيبك لحد ما تجيلي. تعرفي قد ايه جوزك حبك، تعرفي قد ايه عشقتك ودبت فيكي. انا ما اقدرش اتخيل الحياة من غيرك.